بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي والحكومية والخاصة، إضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الأربعاء. وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعليق الدراسة والأنشطة والبرامج لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الأربعاء في كل من المراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودور الحضانات والمراكز الأهلية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والمرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك كإجراء احترازي للإطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والتحقق من نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمخالطين للمصابين بالفيروس والذي سبق دخولهم البلاد قبل إعلان إيران انتشار فيروس الكورونا في مدنها.